مشاهدينا ومتابعين تلجراف مصر في كل مكان، معكم من أسوان، تحديدا مركز أسوان وقرية الخطارة. نسيت قصة اختفاء فتاة الخطارة هبة عمر فهمي. كان معنا والد الفتاة يحكي لنا قصة مؤثرة جدا، اختفاء الفتاة لمدة 42 يوم ما يعرفش عنها أي حاجة. طالبة في الثانوية التجارية اختفت بعد ما كانت رايحة الدرس، ولكن التفاصيل والكواليس كلها هيحكيها لنا والدها أستاذ عمر. اتفضل معنا. مش بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عمر فهم، والد الطالبة المتغيبة. هي بنتي وحيدة على 3 صبيان، ما يجلحها أنا كل حاجة. وحصلت شبكة اتخطبت من حوالي 1 سنة وشهرين، ففي اليوم اللي تغيبت فيه ده قبل ما تتغيب بيوم طلبت مني مصاريف، ادتها المصاريف اللي هي عايزاها وهي ماشية على درسها، ما فيش اي شيء. وهم بيقولوا ماشية برغبتها. ازاي ماشية برغبتها؟ فهي كانت قبل ما تطلع من البيت خدت ساعة او اكتر من ساعة هي لوحدها في البيت. البيت فيه فلوس وفيه شبكتها وفيه هدومها، يعني هي لو عايزة تمشي كانت خدت الفلوس وكانت خدت الشبكة، لأن هي عارفة مكان الحاجة دي فين. ده استنت والدتها لما جات من برا وخدت مصاريفها بس اللي أنا مديها لها، وتحركت على درسها. فإحنا في قرية نائية، المواصلات ضعيفة شوية، اتأخرت لحد ما لقيت مواصلات مفاتها معاد الدرس، فمشيت في أسوان. إحنا رجعنا الكاميرات، إحنا ومرجعين الكاميرات لقيناها ماشية في اتجاه شارع السودانيين، راحت تشتري عباية بتاعتها. احنا لما اتأخرت عن ميعاد الدرس وما وصلتش الدرس، زمايلاتها اتصلوا بينا وقالوا ده هبة ما جاتش الدرس وتليفونها مقفول. قلت لهم دوروا عليها لحد ما انا اجي، انا كنت في كبومبو. اتصلت على المدام هنا لقيتها منهارة بتقول ده هبة تليفونها مقفول وما راحتش الدرس. قلت لها بلغي خطيبها وبلغي اهلك يجي يدوروا معايا في اسوان. بلغت اهلها وبلغوا خطيبها. قعدنا نلف في اسوان زي المجانين. على الساعه 1 بالليل كده قلنا نراجع الكاميرات، لما لفينا المستشفيات كلها ما فيش حاجه. احنا وبنراجع الكاميرات لقيناها فعلا داخله اسوان. كانت الساعه 7:30، 7:33 بالظبط. اول كاميرا جنب الموقف. بعد كده رجعنا كاميرا تانية كانت 7:37. بعد كده كاميرا ثالثه كانت الساعة 8:45. بعد كده انقطعت عن الكاميرات. رجعت القسم وقعدت بيت في القسم، والصبح كله ألف، النهار كله ألف على رجلي. الضابط اللي قابلني في القسم قال لي هصلي صلاة الجمعة واجي لك، ما يجي لك برضو. الراجل يشكر واهتم جدا بالموضوع. بس أنا أب، هم الشرطة بارك الله فيهم يعني يشكروا، الناس بيبذلوا مجهودهم، بس أنا أب حطوا اي حد مكان 42 يوم ما اعرفش اي حاجه عن بنتي. 42 يوم من بعد خروجها للدرس، من بعد خروجها للدرس 2 راحت العبايه، راحت تشتري عبايه 42 يوم. يعني ما راحتش الدرس؟ انت بتقول ما راحتش الدرس. ما راحتش الدرس لا، ما راحتش الدرس. اتاخرت نص ساعه وخمس دقائق عن ميعاد الدرس. تمام. فزميلاتها بيقولوا احنا لقينا هبه في مول فيرست على الجروب بتاعهم ما بينهم ما بين بعض. يعني انا مبلغهم، لو شفتوها قولوا لي بلغوني بالظبط. فهم لما شافوها زي كده بدل ما يبعتوا البعض على الجروب، ليه ما بلغونيش انا؟ ليه ما بلغونيش في دقيقتها؟ اول ما شافوها امسكوا وقولوا يا هبه مالك متغيبه ليه؟ ده ناسك بيدوروا عليك، ايه في قفله تليفونك ليه؟ لكن هم باعتين لبعض على الجروب ده شفنا هبه كذا كذا. بالفعل انا رحت رجعت الكاميرات وشفت صوره بنت هي وداخله، بس ما شفتش صورتها هي وخارجه نهائي. في المول فبطلع، ففي واحدة منقبة خارجة من المول قالوا هي دياتي بنتك. قلت لهم لا، قالوا لا هي بنتك. قلت لهم اعتبروا بنتي، انا عايزها بنتي، هي المنقبة مش هي، انا عايزها دي بنت. قاصر 17 سنة. 17 عام. 17 سنة. فهمي 17 عام. قاصر. فانا عايز بنتي في اي وضع في ايا كان. هل في مشكلة داخل البيت؟ ما فيش اي سبب مثلا، نقول لو كان سبب هروب او حاجه زي كده مثلا، ما فيش اي مشاكل غير العادي جدا اللي هو مناقشات خفيفه بينها ما بين اخواتها، اخف من الخفيفه كمان، وهي ما تتحملش غير اخواتها مثلا نهائي.
فراحة كان في شهر 11. في شهر 11. والأجهزة الكهربية كلها موجودة وكل حاجة. والأجهزة موجودة وحاجتها كلها موجودة. ما نكساش غير أوضة الأطفال والمطبخ، وهي اللي جاية أنا عايزة كذا وعايزة كذا. قلت لها حاضر هجيبهم. هجيبهم، وهي طلباتها اللي هي بتطلبها. يعني العفش اللي متصور ده كله نجوت. الادوات الكهربائيه اللي موجوده ديت اللي صورت هي اللي منجاه حاجه حاجه، اطقم الحلل والميلامين والكلام ده كله هي اللي منجاه، هي اللي مختاره كل شيء. قالت يا بابا انا مش عايزه غساله فوق اوتوماتيك، انا عايزه غساله عاديه. قلت لها الاثنين وجبت الاثنين. الاثنين يعني جبتهم موجودين. هي جاهزه على الفرح كده، هي تعتبر جاهزه على الفرح، ما فضلهاش غير حاجات خفيفه بالزبط. وكل حاجه مختارها هي منجاها، وخطيبها ابن ناس محترم جدا جدا. هو بس الظروف يعني انسان على باب الله زي حالاتي، ارزق على باب الله، بس شخصيه في قمه الادب والاحترام والاخلاق. هو الشخص اللي هو مخطوباله ده شخص انسان محترم جدا جدا، ويعرف ربنا كويس، وراجل يتحمل المسؤوليه ويتحمل مسؤوليه بيت. يعني انسان محترم ومهذب، من يوم ما غابت لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام، بيلف في الشوارع زي المجنون ولا بيشتغل. النهارده 42 يوم فالت حياته كلها، وراهن حياته كلها قبالها هي. ايه اللي يخليها توصل للجرد هذه انها تمشي؟ مستحيل انها تمشي هي من نفسها. السبب المحدد انت تقدر توصل له على فهو بتمشي ليه؟ ايه السبب اللي يخليها تمشي؟ لو زعلانه من اي شيء، هي انا مجلحها جلع والله فوق الوصف. اي حاجه هزعلها بدل ما هتمشي هتجي تقول انا زعلانه من كذا يا بابا، لانها قريبه جدا مني وانا ما بعملهاش باي قسوه. وهي بتخاف علي من الهواء الطائر. يعني انا من فتره كده تعبت والله، كانت هتموت نفسها لما انا تعبت. فانا بقول لها يا هبه لو انت سمعاني او شفت اللايف ده او اي حد شافه انت موجوده عنده، تعالي ارجعي، محدش هيمسك بأذى، ولا الشخص اللي هيجيبك اذا كنت موجود عنده حد هيمسه بأذى، ولا هيتعرض لاي مساله قانونيه ايا كانت، ولا انت هتتاذي يا بابا ولا هو هيتاذي. ده بالعكس، يعني الشخص اللي هيجيبك هياخد مني مكافاه ماليه مجزيه جدا ترضيه، وندعي من الله انه برضه يجزيه خير ويرضيه ربنا سبحانه وتعالى. فانا مش هعرضه لاي مسؤوليه قانونيه او تساؤل قانوني او جنائي او اي شيء. اللي انت حضرتك فيها دلوقتي اللي انت حاليا بتكلمنا فيها، يعني عايز اوصف للمشاهدين حالتك بعد سماع ان اختفاء بنتك. احنا عارفين في الصعيد اختفاء بنت بيبقى موضوع كبير، وبيبقى حاجه كبيره بالنسبه لاي حد يعني يختفي منه، اختفاء بنته بالذات. والله هو بره موضوع الصعيد ده ضنا، والضنا غالي طبعا، الضنا غالي اغلى مما تتخيل. حافظ القرآن هي اللي سمعت او بتحفظ قرآن وحاجة؟ لا، هي بتقرا قرآن وبتصوم وبتصلي بس مش خاتمة. كمل عندك. فأنا عايزها بنتي بأي وضع وبأي شكل، عايشة ميتة هربت ما هربتش، دي قاصر. أنا عايزها بس. أناشد المواطنين جميعا وأناشد الأجهزة الأمنية يعني إنها تساعدني في رجوحها. أنا محتاج رجوحها بس، انما لا هسال حد ولا هاذي حد ولا هضر حد ولا مساءله قانونيه. انا متكفل باي شيء قانوني، ومتكفل اللي هيجيبها ايا كانت في اي وضع. انا هجزيه ماديا جزاء يعني يبسطه ويخليه مرضي. طب حاله الوالده بتاعتها ايه واخواتها؟ اوصف لنا الحال اللي هم عايشين فيها. يعني والله اخواتها شويه مسكين نفسهم شوية، لأنهم أطفال، ما فيش غير أحمد الكبير اللي هو تعبان. أحمد الكبير منهار زي أنا تماما، إنما والدتها كان الله في عونها النهار كله، طول ما أنا ما قعدتش في البيت تعيط وتصوت وتندب وتقعد تصوت، تلم علينا الجيران وتلم الدنيا كلها علينا، وأنا مش قادر أقعد في البيت. أنا بلف في الشوارع زي المجنون، لا خليت مستشفيات ولا خليت نيل ولا خليت كباري ولا خليت مستشفيات خاصة ولا عيادات ولا طرق ولا قطع ولا حتت مهجورة، وبمشي مش شايف قدامي. والله بمشي سايق العربية ما شايف قدامي. وفكرت في الانتحار ثلاث مرات، وتنجيني ناس والله لا أعرفها ولا تعرفني، تنجيني تقول لوحد الله. طب هتخسر دنيتك وآخرتك.
فهي هبة غالية جدا علي أنا وعلى الدنيا كلها على أهلها كله. فهي سمعتها واسمها هبة يعني هنا في البلد، هي طفلة أول شيء، بس في حياته ما حد قال عليها كلمة وحشة. تيجي ختمة حياتها بالشكل ده ازاي ومحدش يعرف ميته ولا عايشة ازاي، ويقولوا مشيت مع نفسها ازاي؟ مستحيل انها تمشي مع نفسها، ده شيء من سابع المستحيلات، لان البيت فيه فلوس، لو ماشي مع نفسها كانت خدت فلوس، كانت خدت هدوم، كانت خدت ذهب شبكتها، ما خدتش اي شيء معاها من ده كله. المناشدة الاخيرة لرجوع بنتك لاي حد يتوصل ليها او الجهات الامنية او المواطنين او زمايلها اهلها اللي هم كانوا عايزين يخطبوها، او انت قلت فيه كذا حد من اهلها كان عايز يتخطب ليها او حاجة زي كده، اناشد الناس دي كلها، اي حد هي موجودة عنده من اهلي او غير اهلي يجيبها، وهيجد عندي ما يرضيه اناشده بالله عليه، يعني يبص لحالي ويرحمني انا ويرحم والدتها من اللي احنا فيه. وانا والله ما هعرضه لاي مسؤولية قضائية ولا جنائية ولا مساءلة قانونية، بالعكس انا هرضيه ماديا مرضايا ما كانش يحلم بيها، بس اشوف بنتي اطمن على بنتي، وانا عايزها ميتة حية في اي وضع في اي شكل، انا عايزها بنتي دي قاصر، اعتبر اي شيء حصل انا هحفو عنه واصفو عنه اي شيء ايا كان، بس بنتي ترجع. نحب نشكركم متابعينا ومشاهدينا في كل مكان.